غابة إيداوزال إقليم تالودانت، حريق غابوي أتى على مساحات غابوية مكونة أساساً من أشجار العرعار والأرقان. ارتفاع درجات الحرارة وطبيعة الغطاء النباتي إلى جانب قوة الرياح عوامل ساعدت على انتشار ألسنة اللهب. تقريبا شي 10 سنين هذه ما شعلش العافية في هذه الغابة. يلا العام عاود ثاني شعل العافية. رغم العافية شعل من تيزي الحجاج. كيفاش كان شي خسائر؟ خسائر ديال هذه الغابة كاين الخروب، كاين الخروب وكاين الأرقان وكاين العرعار وكاين بعض الأنواع ديال الأعشاب في هذه الغابة اللي مشات دروك. فرق من مصالح الوقاية المدنية والقوات المساعدة والمياه والغابات والدرك الملكي والسلطات المحلية باشرت عمليات تدخل سريعة لتطويق الحريق، مستعينة في ذلك بوسائل لوجستيكية هامة. فيما يخص يعني التطور ديال الحريق، نحن بصدد يعني إخماد جميع البؤر التي تظهر يعني أوفيغ أمزيغي حينما تظهر، يعني رحنا كنقوم بالإخماد ديالها، وكذلك يعني في الساعات القليلة القادمة إن شاء الله ستتم السيطرة على هذا الحريق بشكل كلي إن شاء الله. وكانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد حذرت مؤخرا من مخاطر متوسطة إلى شديدة لحرائق الغابات والتي قد تشهدها عدة أقاليم بالمملكة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.